السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيبات الغاليات في مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وبخير وعافية. إن شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك، وإن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كاع بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم بوصفة هايلة للتخسيس، خاصة الناس اللي راهي تعاني من أزمة السمنة، أزمة يعني الكرش البارزة، أزمة كرش متتالية، شحوم يعني زائدة اللي تسبب إحراج كبير وتسبب يعني البنات قلق كبير للناس اللي راه يعاني من هذا المرض، لأنه حقا هاد السمنة مرض، يعني السمنة المفرطة هي مرض، وخاصة الكرش البارزة العديد من النساء ما يحبوهاش ويبغوا يعني يتخلصوا من هذا الكرش بوصفة طبيعية، وصفة طبيعية ناجحة وما تضرش بالصحة تاعهم. اليوم جيتكم بوصفة هاي البنات لهذا يعني الموضوع بالذات، واللي هو تخسيس الكرش، يعني انقاص من الوزن وتخسيس الكرش. مكونات مفيدة جدا لهذا الموضوع، مكونات يعني سهلة وماهيش غالية بزاف البنات، يعني مكونات هذه موجودة في البيت تاعك. ولكن قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا، نتمنى كل واحد خلى عندي جديد للقناة، ما نساش اشتراك في القناة، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد أم جنان. نبداو في المكون الأول واللي هو الكركم. الكركم يعني يحتوي الكركم على سعرات حرارية قليلة ونسبة كبيرة من الفيتامينات، يعني من الفيتامينات كالفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين يعني عندها بزاف الفيتامينات البنات اللي يساعدونا على إنقاص الوزن. كذلك المعادن الغذائية، لأن المعادن كذلك تنقص في الوزن، على هذاك يقولك اشرب الماء بزاف، يعني استعملوا الماء للإنقاص، لأن كاين اللي يقولك شربي قرعة تاع ماء تاع 5 لترات في اليوم باش تقصي، لأن فيه المعادن، الماء فيه المعادن، المعادن تنقص خاصة الكرش. المعادن اللي موجودة في الكركم اللي هي الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، والكالسيوم، والزنك. هادو العناصر هما اللي يعني يجعلوها مكمل، وكذلك جعلوها اقوى، يعني اقوى منقص ولا اقوى مكون للتخسيس في كذلك في تخليص الجسم من الوزن الزائد، وخصوصا لبنات تخسيس الكرش. يعني الكركم هو مفيد جدا لتخسيس الكرش، كذلك يعمل على غلق الشهيه، يعني بلعنا لابيتي بشكل فعال اثناء الريجيم تاعك. الا بغيتي ديري ريجيم كوني الكركم، ما غاديش كاع البنات يعني تاكلو، هو يبلع الشهية، لأن فيه هرمون إيدي بو نيكوتين، هذا هو الهرمون اللي في الكركم اللي يبلع لنا الشهية تاعنا. كذلك يساعد الكركم من فعالية التخسيس، يعني الكركم يزيد من فعالية تخسيس الكرش، عنده يعني فايدة كبيرة للكرش خاصة. كذلك الكركم يرفع معدل حرق الدهون اثناء اتباع الحميات تاعك، يعالج انتفاخات البطن. الناس اللي تعاني من انتفاخات البطن، الكركم يعالج انتفاخات البطن، وكذلك يقضي على الامساك المزمن في حاله الاصابه به، وكذلك ينقي الجسم من السموم والبكتيريا المؤذيه. كذلك يساعد الكركم على منع نمو وتكون انسجه الدهنيه الجديده في الجسم، يعني الا شربتي كركم ما غاديش تزيدي تسماني، يعني الا نحفتي به ما غاديش تزيدي تسماني، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة لذلك. هذا هو الكركم، يساعد كذلك يعني على إنقاص منطقة الكرش، وهذا هو الشكل يعني هو الشيء المفيد جدا اللي بحثوا عليه العديد من البنات. الكركم يعني ما شاء الله عنده فوائد ما تقدروش تستغنوا عليه البنات في التخسيس. الكركم يعني ننصح الكثير من النساء أنهم يشربوا هذه الوصفة تاع اليوم. هاد الوصفة يعني رائعة ما فيهاش مكونات يعني كثيرة، غير مكونين فقط، وراح نوري لكم كيفاش تستعملوهم. بالنسبة للمكون الثاني واللي هو الشاي الأحمر، يعني بزاف يقولك الشاي ناقص، ولكن الشاي الأحمر هو أحسن يعني شاي للتنحيف، هو أحسن شاي للتنحيف يعني الأحمر، لأن الشاي الأحمر عنده فعالية في مقاومة الشحوم وحرق الدهون الزائدة في الجسم، تنقية الجسم من السموم. كذلك الشاي الأحمر يقضي أيضا على الكوليسترول، اللي فيهم الكوليسترول الضار في الدم يشربوا الشاي الأحمر باش تخلصوا من الكوليسترول. كذلك يساعد على التخسيس والتخلص من وزن الزائد بالجسم، ويعمل على تنشيط الكبد مما يحد من الدهون المتراكمة على الكبد، يعني اللي فيهم
الشحوم ولا اللي فيهم البنات بوصفير، يعني بوصفير كاين الشاي الاحمر ولا الكركم، هادو هما المادتين ولا المكونين اللي يعالجوا لنا بوصفير. يعني الناس اللي فيها بوصفير ننصحكم باش تشربوه هذه الكركم. البنات انا مني لا طبيبه ولا يعني عشبيه، ولكن من التجربه الخاصه ان الكركم هو اللي ينحي البوصفير خاصه الشاي الاحمر. راح نجيبوا البنات كاس يكون فارغ زجاجي، ونضع ملعقتين من الشاي الاحمر. من بعد البنات نجيبوا الماء يكون سخون، يعني طبخي الماء جيدا وديريه على هذوك الملعقتين، يعني نضيفوا له غير قليل من الماء باش نغسلوهم، نغسلو الشاي تاعنا. يعني هذه هي المرحله الاولى، انك تغسلي الشاي ومن بعد نقطروا له هذاك الماء، يعني نصفوه من هذاك الماء اللي غسلناه به كما راكم تشوفوا. يعني وصفه هايله بزاف هذه الوصفه البنات، وعندها فايده كبيره في التنحيف، يعني راني ذكرت الفوائد تاع المكونين الاثنين. بعد البنات نضيفوا الماء الساخن، نصفوا كاس على هذاك الشاي يعني اللي غسلناه كما راكم تشوفوا. الكاس هذا كبير بزاف، انا نصفته. تقدروا تستعملوا كاس تاع 240 ملل، هذا كاس راه يفد 350 ولا 340. تستعملوا هذا يعني تاع كاس تاع 240 ملل، تعمروه بالماء السخون. وبعد نضيفوا لهم ملعقه تاع الكركم، هذه ملعقه صغيره البنات، ملعقه من الكركم تكون صغيره، يعني ملعقه اللي تستعملوها تكون صغيره. ونخلطوا جيدا. هنا هذا المكون ما راحش نشربوه هكا وما راحش نصفوه الان، نخلوه حتى يطلق، نخلوه لمده 10 دقائق حتى يطلق لنا هذاك الشاي الاحمر، وكذلك الكركم يطلق لهذيك الماده تاعه كما راكم تشوفوا، يعني حتى يطلقوا لنا في الماء. ومن بعد نجيبوا مصفات، يعني نخلوهم لمده 10 دقائق ونرجع لكم بعد ما صفينا العشبه تاعنا والمشروب تاعنا. هنا البنات يعني بعد ما قعد المشروب تاعنا 10 دقائق، راني صفيته من هذوك الزوائد اللي فيه تاع الكركم والشاي الاحمر كما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد نجيبوا الكاس تاعنا بعد ما ننظفوه ونضيفوا فيه هذاك المشروب، هذا هو المشروب تاعنا البنات اللي تحصلوا عليه في الاخير. يعني هذا هو المشروب اللي راح ينحف لنا البطن تاعنا ويخلصنا من الشحوم. احسن ريجيم هو هذا الريجيم البنات للتخسيس. شوفوا البنات يعني بعد ما صفيناه راه قاعد شويه سخون هذا المشروب، يعني ما تشربوهش بارد 10 دقائق قد ما يشد روحه ويطلق في الماء تاعنا. هنا البنات راح نشربوا هذا المشروب يعني في الليل، يعني ننصحكم باش تشربوا المشروب، مشروبات كاع التخسيس شربوهم في الليل ما تشربوهمش في النهار، لان الليل هو اللي يخدموا فيه هاد الوصفات، ماشي في النهار. في النهار فيه نشاط وكاع، يعني في الليل كترقدي هاد الوصفات راح يعطيكم نتيجه رائعه. يعني قبل النوم شربي هاد الوصفه، شربيها يوميا، ان فيها غير الكركم والشاي الاحمر ماشي حاجه، لانها تنحف 100% هاد الوصفه البنات، سيغتو اللي داومتوا عليها. يعني نتمنى انكم غير تداوموا على هاد الوصفه فقط، وصفه ناجحه جدا، وصفه هايله بزاف. هذه هي الوصفة تاع البنات، تقدروا تشربوها يعني ما فوق 12 سنة فقط، يعني السن 12 سنة. كما قلت لكم هذه الوصفة راح تفيدكم بزاف البنات، بالناس اللي عندهم بوصفير، يعني هذه الوصفة الكركم مليح بزاف للبوصفير خاصة الشاي الأحمر، يعني هو يصفي الكبد وهايل بزاف. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة تاع اليوم. البنات ما تنساوش تخلونا لايك للفيديو، كذلك ما تنساوش تخلونا راي تاعكم في التعليقات، لان الراي تاعكم يهمنا بزاف في تعليقات البنات. والبنات يعني يعطونا الراي تاعكم في هذه الوصفه، وكذلك باش تفادوا صديقاتكم معكم، يعني اللي نجحت لها هذه الوصفه وان شاء الله بربي تنجح لكم كاع، وتتخلصوا من هذيك الشحوم الزائده وتخلصوا من الكرش البارزه. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم، وما تنساوش تخلونا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء بوصفة جديدة إن شاء الله مع مطبخ وتدابير أم جنان. دمتم في رعاية الله وحفظه.